السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناة إيلين أرطب. اليوم بلعب معاكم هذا الماب، بس بدخل هنا يعني، فيا رب يعني تسويه، يعني أحس إنه لا ما حسويه، بس يا رب يا رب. يلا حيفتح حيفتح. واحد اثنين، ما بقول ثلاثة، استنوا انا قلتها. اوكي واحد اثنين ثلاثة، ما ادري استوعب بطيء يا اخي، انا ليه في كل فيديو كذا، احس ما بابا هذا. يلا نبدأ. اوه هذا لابس الهلال، والله يعني من الهلالي يحط لايك واشتراك، وانا هلالية الصراحة. او ماي جاد، لا شكلي ما ححط هذا اللي كذا، بحط عادي. اوه هذا ترى يموت، اللي تحت اللون ابيض، اللون ابيض يموت. أي شيء تلاقوه زي كذا يعني كذا منور يموت، زي أنا أنور. لا والله من جد أنا شبيه. يلا أوه كم بطيح يا أخي. بنات يا متابعين قصدي، أنا يمكن فيها أولاد أو بنات. طيب يا أخي أنا استوعابي بطيء مرة. حلو أحد بس قال لي مثلا روح جيب شيء كذا، أقعد شوية بعدين أروح كذا شوية أقول له طيب، استيعاب بطيء. أوكي يلا هنا لازم أبعدها. ياي جبت ذكاء، مو شرط اني اجي من هنا. كذا شيء ايه لازم. او ماي جاد طبعا ما اعرف. أكيد هذا حمز اللي ما طيح ومخوف. أو ماي جاد طحت في آخر لحظة. أوكي جيت شوف من وين. الحين بس إذا وصلت عند هذا الكور يخلص الفيديو. ما عليكم. كنت بطيح، خلي انا كل شوية اطيح، كل شوية اطيح. كنت بطيح دحين من جد. ضحت كم بطيح قصدي. اول ما خلص هذه خلاص، وبس خلاص خلص الفيديو. باي.